السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الشافعي، بكلمكم على اللي على الشمال البني دوت، زيت مقطر خرج من سيستم تقطير بهذا اللون. اللي في الوسط الأصفر ده زيت تعالج بتراب الطبيب من نفس الشركة، والزيت الأبيض ده اللي احنا عالجناه بفضل الله تعالى بطريقتنا بدون تراب بدون فلتر. زي ما احنا شايفين يا جماعة النتائج رائعة، اللي احنا عملناها رائعة بفضل الله تعالى. الطريقة بتاعتنا أرخص من التراب والفلتر، نتائج زي ما انتم شايفين للزيت المقطر البني بيطلع من الشركات بهذا الشكل مقطر، الناس عالجوه، الشركات عالجته وطلعته أصفر، احنا بنطلعه بالدرجة دي نفس الزيت أصلها بني. تحياتي دكتور محمد الشافعي. وهذا السيستم للزيت الأسود المحروق من موتور السيارة بشكل مباشر، والنتائج رائعة أيضا بفضل الله.